بنانه، الشوفان، الزبيب والبيض، حطيه طيب عاد نزيدو قلقاع. I'm not lifting. I'm not sweating. I'm building. السلام عليكم ابطال، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. هذا الفيديو الثاني بعد القطاع، وجدت الفطور ديالي كالعاده اوميغا 3 اي كروميوم بيكولينات. ناكلوا هذا الشيء كامل ديريكسيون لاصال. اليوم احنا معروضين عند السي امين، نديرو الحصة ديال الصدر. السي امين يلاه بدا واحد الريجيم، كان كياكل جوج ديال الماكلات كيلقى واحد الصعوبة باش ينقص. دابا كياكل ربعة خمسة ديال الماكلات. هاد السيمانة شحال نقصتي السي امين؟ 5 كيلو زاد في الماكلة، ولكن التيسو زاد نقص. هذه اكبر لاصال كاينه في اليكانتي، واعره بزاف، جايه في ديك الجهه ديال الكامبيو. اليوم ما غنصوروش حصه كامله حيت ممنوع هنايا التصوير، حتى الحصه اخرى. امين محارب الصحراء. ما فاسي بامو بامو بطل. Oh!
حتى الفينال. عييت. ولكن تكنيك اخرى. Bueno. Bueno. Dos. Ahora, otra técnica. الفوق 1 2 3 muy bien 1 2 3 اطلع سالم من نوع مش بلا ماسكاريه ومنها تصور. المهم حنايا سالينا الحصه ديال اليوم، كنت باغي نشرحها بالكامل وبالتفصيل، ولغي فكره عامه وانه ترينين ثلاثه ديال ليكزيرسيس. التمرين الاول درنا فيه شي اربعه ديال التقنيات، درنا شي تسعه ديال السيريات ولا 10، يمكن غتجي عند الحصه ديال الرجلين وغتريني حصه ديال السكوات 10 12 سيريات، زيد غير بريسا وتمشي. هاد الطريقه هادي يعني كتعوض النقص ديالك ديال واحد العضله. يكفي انه دير واحد التمرين دير فيه بزاف ديال السيريات ودير فيه بزاف ديال الاساليب باش تيكيليبري داك الضعف اللي عندك. درنا تمرين واحد درنا فيه تقريبا اكثر من 10 ديال السيريات وبالتقنيات الصعاب باش نقيسوا دوك الالياف باش نوصلوا للفشل باش نتلفوا دوك الالياف وان شاء الله غتطور ديك العضله. 5 كيلو 5 ايام جلات 5 كيلو مازال ال ها سر هذا هو الموضوع اللي غنهضروا اليوم ان شاء الله. ولكن في الدار تحيه اخويا امين. الله يحفظك شيخنا. الله يحفظك. تحيه الناس ديال الجزائر. هذه الوجبه الثانيه دجاج الرز شويه فلفله شويه قرعه شويه شامبينيون. حاليا كناكل اربعه ديال الوجبات
قبل في جوج السيمانات الاولى كنت كناكل غير جوج ثلاثه بزز، دابا ولات الشهيه والكانه ديال الماكله والاحتياج ديال الجسم ولا كيتزاد شويه بشويه. حاليا كناكل اربعه ديال الوجبات، فطور كنمشي كنتريني كنرجع كناكل هذه الوجبه الثانيه، من بعد كنصبر اربعه د السوايع كناكل وجبه ثالثه، ومن بعد الوجبه ديال العشاء، اربعه ديال الوجبات كنظن كافيه في هاد المرحله هذه. ما نديروش بزز على لوكور ديالنا، الجسم هو اللي غيطلب، انت شويه بشويه غتبقى تحس بالجوع، تهضم ليك الماكله بالزربه، غتمتص بالزربه، وما غتبقاش ديك 4 5 السوايع تستنى حتى الوجبه، يعني جوج السوايع ونص غتولي تجوع والجسم ديالك غيكونسومي الماكله اكثر. شوفوا لاله مولاتي شنو مجدلينا، الله مرحبا بكم للعشاء اليوم التمخماخ. الموضوع ديالنا باش نختموا الفلوغ كما شفتوا في العنوان، هناك شي تصرفات اللي مستحيل تكبر العضله، مستحيل تطور العضله، حتى الجوده العضليه ما غتبقاش عندك. من بينها دوك الرجيمات القاتلين، دوك الرجيمات المطولين، كيقولوا لي بزاف راه شاكيب تحنكت، ضروري اخويا راه عام ديال الرجيم، راه خصني نغدي شويه العضلات ونغدي شويه الروح ديالي. بهاد الطريقه هادي غتطور العضله ديالك وغتوصل لواحد المستوى احسن من العام اللي فات. ما نقدرش من الرجيم ديريكت الرجيم، اغلبيه ديال الدراري كيبقاو كيتعاندوا مع ديك داك الرجيم، كيوصلوا لواحد المستوى زوين، خاصو يطلع شويه الماكله وينوعها بالخضر والفواكه، ماشي غتقول لي بان راه بقات واحد الشويه ديال الجلده وانت غتضحي بالعضلات ديالك وغتضحي بزاف ديال الحوايج حتى المستويات ديال الهرمونات. وصلتي لواحد المستوى ديالك في هذا الريجيم، طلع شويه الماكله، نوع شويه الماكله، دخل شويه ديال الخضروات، غدي شويه الروح، طور شويه العضله ديالك مره اخرى ان شاء الله، دير ريجيم وغيكون عندك واحد المستوى احسن من المستوى الماضي. اصلا الا طلعتي الكارب راه غيطلع لك الميتابوليزم، راه يمكن تنفخ وتكبر والميتابوليزم يطلع تزيد تحرق شحمه. واصلا الا نوعتي الريجيمات ديالك والريتم ديال الريجيم ديالك غيطلع لك الميتابوليزم ديالك والجسم ما غيتولفش على واحد الريجيم. المهم ما تطورش في الريجيم ديالك وما تعاندش مع المستوى اللي خصك توصل ليه باش تربح شويه العضلات. بالنسبه لديك الجلده اللي كتشيط هنايا راه نورمال تشيط في الريجيمات الاولى، الريجيم الاول راه خصو ضروري يشيط الجلده الا كنتي بزاف هادي ما دايرش الريجيم. اصلا الا كبرتي العضلات ديالك مثلا، نعطيو غير مثال، تكبر شويه الصدر، تعرضو، تكبر شويه ديال الجوانب ديال الكتاف، راه العلاقه غتطلع وغتجبد ديك الجلده. كاين بعض الدراري اللي كيراسلوني كيقولوا لي راني في النشفه دابا 3 شهور 4 شهور، واش نزيد نقطع هادي، واش نزيد نقطع هادي، واش نزيد نقطع هادي. من بعد كيصيفط لي الوزن ديالو وكيصيفط لي السن ديالو، كنبقى حاير. الوزن ديالي 52 الكيلو او في الروج، هذا انتحار، والسن هو 16 سنه ولا 17 سنه. الجسم في واحد الفتره ديال النمو خاص يغذي العضلات ديالو، خاص ياكل، ياكل ماكله نقيه ولكن بدون استثناء، خضروات، فواكه، عدس، البيض كامل، اللحم، الكبده، يعني خصو ياكل، ما غنقولهش يمشي يخلط الماكله وياكل السكريات وداك الشيء، ياكل ماكله نقيه ولكن بدون حساب، كل حتى تشبع. الا كان فيك واحد الكميه محترمه ديال العضلات وفيك شويه ديال الشحمه ماشي مشكل، الا كنت غليظ بزاف وراك غادي في واحد المستوى اللي ما يتعجبش هنايا، راه خصك تنقص وتضرب شويه ديال التماره، يعني تكون باطوز جدا. اما الا كنت نورمال وكتطلعوا باغي السيكس باك، تكلف اخويا بالعضلات ديالك، كبر العضله، لان العضله مش حال ما كبرات كتقاصتي بزاف ديال السعرات الحراريه ما غتخليكش دير شحمه.
وحنا كنعرفوا بان كل كيلو ديال العضله، كل كيلو ماشي كيلو من الوزن، كيلو ديال العضله خاصها 100 سعره حراريه غير باش تحافظ على الحجم ديالها، غير باش تعيش. وانت غادي كتنقص كتوصل حتى ل 1500 سعره حراريه وما عرفش بشحال فيك من، يعني هاد المسائل هادو ما خصهمش يداروا باش تطور العضلات ديالك. انا كنعطيك احسن نصيحه هو تلهى شويه من العضلات ديالك وما تجوعش راسك. المهم الدراري ان شاء الله يكون الميساج ديالي وصل وتسالى الفلوق ديال اليوم ان شاء الله حتى الفلوق الجاي، وتهلاو في راسكم وشكرا بزاف على التتبع ديالكم، جيم والاشتراك وشويه ديال البارطاج. السلام عليكم.